شو بلاش محتارة يا سلامة؟ هي؟ دائماً لما تزورين العيادة أو المستشفى لا تخافين تسألين عن أي شيء له علاقة بصحتك وحالتك المرضية والعلاج المناسب لك، هذه من ضمن حقوقك كمريضة. هي. ونحن في هيئة الصحة بدبي حريصين كل الحرص على الالتزام بواجبات المريض وتوعية كافة المراجعين عنها. الرعاية الصحية العادلة للجميع من دون استثناء هي أول هذه الحقوق، مع التأكيد على احترام قيم ومعتقدات المريض وتقديم العلاج الفوري للحالات الطارئة. من حق المريضة يا سلامة معرفة اسم وتخصص الطبيب المسؤول عن رعايته والاطلاع على خطة العلاج المقترحة بكل تفاصيلها والموافقة خطياً قبل أي إجراء أو عملية جراحية، وكذلك الحصول على التقارير الطبية والفواتير المفصلة. كل الأحوال تقدرين تأخذين نسخة من وثيقة حقوق وواجبات المرضى وعائلاتهم من مكاتب الاستقبال والتسجيل في كافة منشآت هيئة الصحة بدبي. من ضمن خطة دبي للسياحة العلاجية نتوقع وصول عدد السياح الصحيين في دبي إلى 500,000 زائر سنوياً مع حلول عام 2020، ونشدد أن جميعهم حقوقهم معروفة ومصانة. وعساكم دوم صحة وسعادة.